السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ياسين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الـ Storage Spaces والـ NTFS Links. طب السكشن الأولاني هنتكلم إيه هي الـ Storage Spaces. تمام، ببساطة الـ Storage Spaces هي عبارة عن Storage Virtualization Feature مبنية على الـ Windows Server 2016 والـ Windows 10. الفكرة العامة بتاعت Storage Spaces انه نفترض ان عندي مجموعة من الهارد ديسكات المختلفة في التكنولوجي. نفترض ان انا عندي مثلا هاردات HDD مع هاردات SATA مع هاردات SSD، وحابب ان انا اجمعهم كوحدة تخزينية واحدة. نعمل ايه؟ قال خلاص، ممكن ان انا انشئ حاجة اسمها Storage Pool. Pool ده معناها مجموعة من الفيزيكال ديسكس، الهاردات دي بجمع المساحة الإجمالية بتاعتهم وأبدأ اللي أنا أقطع منها المساحات الوهمية اللي أنا بسميها الـ Virtual Disk. تمام، يبقى الـ Storage Spaces بجمع مجموعة من الديسكات حتى وإن كانت مختلفة في البص أو التكنولوجي، وأبدأ اللي أنا أحصل على مساحة تخزينية متكاملة جاية من مجموعة الديسكات، وأبدأ اللي أنا أقسم المساحة زي ما أنا عايز. تمام، فأنا عندي مكونين أساسيين في السولوشن بتاعنا النهاردة. الـ Storage Pool أهي مجموعة من الفيزيكال ديسكس بيعتبروا كسنجل لوجيكال ديسك. تمام، وابدأ ان انا احصل على المساحة الاجمالية منهم كلهم واقطع المساحة دي الى فيرشوال ديسك، ودي القوة بتاعت الستورج سبيسز بقى، اللي انا بقطع من البول فيرشوال ديسك. بعمل بقى فيرشوال ديسك لكل ادارة. نفترض مثلا المساحة الاجمالية اللي جات لي 4 تيرا، ممكن ادي لادارة 500 جيجا، ادي لادارة تانية 200 جيجا، زي ما انا عايز. تمام، الميزه كمان في الستورج سبيسز انها بتديني مجموعه من الفيتشرز الحلوه قوي. زي مين؟ زي ريزيليانسي ليفل. انا خايف على الداتا وعايز اوفر حمايه، عندك هنا سبورت للميرور الريد 1، عندك هنا سبورت للريد 5. دول النوعين اللي كنا اتكلمنا عليهم ها في الدرس اللي فات بتاع الديناميك ديسكس، ودول بيديني امكانيه الفولت تولرانس، فاقدر ان انا احافظ على الداتا انها ما تروحش حتى لو انا عندي اكتر من ديسك. فده سبورتد معانا هنا. بتديني كمان الاستورج تيرنج، وده معناها طالما انا عندي هارد اس اس دي في وسط المنظومه التخزينيه دي كلها، اقدر ان انا استغله واخلي اكتر ملف الناس بتاكسس عليه يتنقل على الاس اس دي بشكل اوتوماتيك، ولما يقل الاكسس عليه يرجع الهارد الاتش دي دي العادي. فالستورج تيرنج معناها ان انا بستخدم المكون الاسرع في منظومه التخزين واحط عليه اكتر ملفات الناس بتاكسس عليها. ليه بقى؟ عشان يديني بيرفورمانس عالي. كمان عندي حاجه اسمها الفيكسد بروفيجننج، وده معناها ممكن ان انا اخصص المساحات بتاعتي من قبل ما الناس تكتب الداتا عليه. فمثلا ممكن فيرتشوال ديسك بتاعنا اقول احنا هنخصص 500 جيجا، فانا هالوكيت المساحه دي. ده اسلوب. في اسلوب تاني اسمه الدايناميك، تمام، او الثين بروفيجننج. ثين بروفيجننج ده معناها انه انا هخصص المساحه التخزينيه لي بس مش هحجزها فورا، هبدا معاك بمساحه صغيره وبعد كده افضل اكبر اكبر لحد الحد الاقصى في المساحه اللي انت مديهولي. فانا عندي هنا اسلوبين في العمل على الفيرتشوال ديسك بتاعنا، الفيكسد بروفيجن والثين بروفيجن. تمام، انما لو عايز الوكيت المساحه كلها من قبل ما اي حد يحط الداتا اقدر اعمل الكلام. وطبعا عندنا administrative control حلو جدا من خلال السيرفر مانجر لإدارة الستورج بول. طيب الفيرشوال ديسك اللي انا بقطعها من storage spaces شبه اللنات اللي كنت بطلعها من السان. انا عندي storage area network بيديني مساحة ضخمة 8 تيرا مثلا، ببدأ اقطع المساحات دي الى logical unit number، بطلع بقى لن الإدارة دي ولن الإدارة دي. فانا عندي نفس الاسلوب بتاعنا مستخدم معانا في الستورج سبيسز. طب ايه الاعتبارات بتاعت الفيزيكال ديسك لو عايز اشغلها في منظومه الستورج سبيسز؟ قالك انه ممكن ابدا بوان فيزيكال ديسك عشان اعمل البول بتاعتي. لو انت عايز تعمل تو واي ميرور، يعني تعمل نسختين من الداتا، فانت محتاج تو فيزيكال ديسك. لو عايز تعمل ريد 5 يبقى لازم تبدا ب 3 فيزيكال ديسكس. احنا قلنا الريد 5 لازم يبدا من 3، والتو واي ميرور معناها اعمل نسختين بس من الداتا، فدي محتاج فيها ديسكين فقط. هنا بقى في حاجه جديده اسمها 3 واي ميرور، يعني ممكن اكتب لك 3 نسخ من الداتا، بس دي محتاجه كام ديسك بقى؟
تبدأ من 5 ديسكات على الأقل. فطبعا دي عايزة هارد ديسك أكتر، بس هنا حماية أكتر، اللي أنا ممكن أكتب 3 نسخ من البيانات بتاعتي. لازم الديسكات بتاعتك تبقى بلانك، ما ينفعش يكون عليها تقسيمات، هنسميها كده برايمورديال، معناها هاردات رو خام، ما عليهاش تقسيمات ولا اي حاجه، بحيث ان انا اقدر ان انا اخليها تحت منظومه تخزينيه واحده اللي هي البول بتاعتي. اقدر زي ما اتفقنا اجمع مجموعه من الديسكات او الهاردات المختلفه في الباص او الانترفيس، هاردات الساس مع الساتا مع السكازي مع الاس اس دي، كل ده سبورتد معايا عادي جدا. تمام. القصة كلها زي ما اتفقنا انه عندي مجموعة من الفيزيكال ديسكس. تمام. مجموعة الفيزيكال ديسك دي ابدأ اللي انا اطلع منها ستورج بول، المساحة التخزينية الكاملة بتاعتي. ابدأ اقطع من الستورج بول دي مجموعة من الفيرشوال ديسك، اعمل لكل فيرشوال ديسك بقى الادارة زي ما اتفقنا. وكل فيرشوال ديسك بقى لازم هيكون ليه ديسك درايف. علشان كل فيرشوال ديسك هياخد لتر، اعمله فورمات وابدا ادي اكسس للناس على القصه دي كلها. فادي المسار بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه. طب في ملحوظه عايز انبه الناس عليها، ان الفيرشوال ديسك بتاعنا اللي انا بستخدمه مع الستورج سبيس مش هو ومختلف تماما عن الفيرشوال ديسك بتاع الهاردات الوهميه للفيرشوال ماشين. ده حاجه وده حاجه. الفيرشوال ديسك اللي انا بعمله هنا مختلف عن الهاردات الوهميه اللي انا بعملها مثلا زي الهايبر في لما نتكلم فيه ان شاء الله. هما الاثنين مختلفين عن بعض، ما ينفعش يشتغلوا بالتبادل كده مع بعض. زي ما اتفقنا بستخدم ستورج سبيسز علشان اضيف الفيزيكال ديسك بتاعتي من اي نوع ومن اي حجم، انا بجمع مساحات تخزينيه من كل الديسكات عندي. طيب وطبعا اقدر اعمل هاي افيلابل فيرتشوال ديسك. زي ما اتفقنا انا عندي سبورت للريد، عندي سبورت للميرور والريد 5 تو واي ميرور 3 واي ميرور، فانا عندي حمايه. والمفاجأة كمان لو عايز بيرفورمانس، عايز سرعة، معاك الاسترايبنج، يعني حتى الاسترايبنج اللي هو الريد زيرو اللي كان بيقطع الداتا ده سبورتد معاك عادي، مفيش فيها اي مشكلة خالص. طيب فانت بيكون عندك وان اور مور فيزيكال ديسك بتجمعهم في ستورج بول واحدة مساحة تخزينية كاملة. الفيرشوال ديسك بتاعك ببدأ ان انا اقطع من البول مجموعة من الفيرشوال ديسكس، وابدأ كل فيرشوال ديسك اديله ديسك درايف اللي هو مبني على الفيرشوال درايف، وببدا ان انا اديله فوليوم اللي هو الدرايف ليتر يعني، وابدا ان انا اعمله فورمات اما كان بقى ام تي اف اس ار اف اس، وبعد كده ابدا ان انا اشير للناس الداتا من على الفوليوم ده. ده كده كان ببساطه الفكره بتاعه الاستورج سبيس. طيب السكشن الثاني بقى هنتكلم على حاجه اسمها الام تي اف اس فايل لينكس. ايه بقى الموضوع ده؟ ال MTFS كفايل سيستم، نظام تخزين الملفات، احنا اتكلمنا عليه قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع انواع تقسيمات وتخزين ملفات، بيسبورت فيتشرز كتير جدا. بيسبورت معاك لحد 2 تيرا بايت، بيسبورت معاك الكومبريشن اللي انا اعمل ضغط البيانات، بيسبورت الانكريبشن اعمل تشفير البيانات، بيسبورت البرميشنز الصلاحيات على الملفات والمجلدات، بيسبورت الكوتا تحدد مساحات تخزينيه للناس. كل فيتشرز حلوه قوي قوي خلت ال MTFS هو الفايل سيستم الاساسي معانا دلوقتي. طيب انت في اس كمان بيسبورت حاجه اسمها اللينكس، وانا عندي هنا هنتكلم عن نوعين من اللينك، الهارد لينك والدايركتوري جانكشن او جانكشن بوينت. تمام. خلينا نتكلم عن الجانكشن بوينت او الدايركتوري جانكشن، ده بيسمى السوفت لينك. تمام. ده مختلف بقى عن الهارد لينك في ايه؟ في اللي انا بخلي الداتا بتاعتي تبان في مكانين مختلفين. يعني هضرب لك مثال، تخيل انه انا عندي برنامج لعرض الصور، البرنامج ده ما بيشوفش الا بارتيشن سي. طيب انا عندي الداتا بتاعتي موجوده مثلا على الاي او على الاتش، عندي مكتبه صور كامله موجوده على بارتيشن تاني مش السي، لا الابلكيشن للاسف الشديد عايز يشوفها من السي. فهنا بقى ممكن اللي انا اضحك على الابلكيشن في الحركه دي، هقوله خلاص انا هعمل لك حاجه اسمها دايركتوري جانكشن او جانكشن بوينت. هيعمل ايه بقى؟ هيشاور على المكان اللي هو عايز يبص عليه، ده اللي خاص بالابلكيشن، ويروح ياخد الداتا بتاعته من المكان الاصلي بتاع الداتا. فيجي البرنامج بتاعك لما يجي يعرض الصور
هو مفكر ان الصور دي كلها على السي، بس في الحقيقة هي جاية من بارتيشن تاني خالص، من مكان تاني. فهي دي الميزة بقى، دايركتوري جانكشن، اللي انا هربط مسارين مع بعض حتى وان كانوا على بارتيشنز مختلفة، بس الفكرة اللي انا بستخدمها استخدام الاشهر ليها في اللي انا اضحك بيها على الابليكيشن واتحايل بيها لو كان عايز الملفات او الداتا من باث معين، من مسار معين. فخلاص هعمل له اللي هو عايزه، بس في الحقيقة الداتا جاية من مكان تاني، ونطبق دي عملي برضه. دي اسمها دايركتوري جانكشن او جانكشن بوينت تايب. طيب في كمان بقى حاجة اسمها الهارد لينك. الهارد لينك قالك ايه بقى؟ اللي انا ممكن اشاور على اكتر من مسار، واكتر من مسار دول هيبقوا بيبصوا على فايل معين، بس لازم في نفس الدرايف، لازم في نفس الفوليوم. هضرب لك مثال، انا لو كان مثلا عندي ملف تكست او ملف بي دي اف او وورد او ايا كان، لو انت خدت كابي منه في مكان تاني، هل الكابي ده النسخه دي هتعرف اي تعديلات انت عملتها في الملف الاصلي؟ ها ايه رايك في الموضوع ده؟ لا طبعا، النسخة الكابي اللي انا اخدتها ملهاش اي علاقة بالملف الاصلي. يعني ايه كلامك؟ يعني لو انا عدلت في الملف الاصلي، الكابي بتاعها ده ولا يعرف اي حاجة عن التعديلات. الهارد لينك بقى بيعمل لك ميزة حلوة قوي قوي، بيخليني ان انا الملف بتاعي اشاور عليه في مسارين، اشاور عليه في مسارين، فاقدر ان انا لما اعدل في المسار الاولاني يعدل في المسار الثاني، ولو حذفت المسار الثاني او الاولاني ما يحذفش المسار الثاني. يعني مثلا انا عندي هنا مسارين اهو، واحد مثلا مجلد اسمه 22، تمام، ده المسار الجديد اللي انا عايزه، والنيو فولدر ده المسار القديم اللي موجود عندي. لو انا عدلت في الملف ده يعدل في نيو، لو انا عدلت في نيو يسمع في 11، طب لو انا حذفت نيو ما يحذفش 11. يبقى انت عندك مسارين بيشاوروا على نفس الملف، تعديل في واحد بيعدل في التاني، حذف واحد لا يؤثر على التاني، لان انا في النهايه بشاور على فايل، ماليش دعوه بالمسميات ولا بالمسارات، انا بشاور على مساحه تخزينيه او على فايل. فده اللي هو الهارد لينك. فالهارد لينك لازم يبقى على نفس البارتيشن، اما الدايركتوري جانكشن ينفع بارتيشنز وفوليومز مختلفه، وهنجربهم برضو مع بعض بشكل ايه، شكل عام. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ايه هي الاستورج سبيسز بكل المميزات بتاعتها، اللي انا اربط مجموعه من الديسكات كوحده تخزينيه واحده، اقدر اقطعهم الى فيرتشوال ديسك. الفيرتشوال ديسك ده ممكن اخد فيتشرز فيه رائعه، زي اللي انا اعمله سترايبنج اقطع داتا فاخد ريد بيرفورمانس عالي، زي اللي انا اعمل ميرور الريد 1، زي اللي انا اعمل ريد 5 ابدا من ثلاث ديسكات، ممكن اعمل 3 واي ميرور اكتب ثلاث نسخ من الداتا بس لازم ابدا من خمس ديسكات. بيسبورت الاستورج تيرنج، اللي انا ارمي الملفات اللي عليها طلب اكتر على هاردات الاس اس دي فاخد بيرفورمانس اعلى. ممكن اسبورت حاجه اسمها الفيكسد بروفيجن، وده معناه الوكيت او ان انا اخصص المساحه التخزينيه بتاعتي من قبل ما الناس ترمي الداتا على الداتا بتاعتي. وبعد كده اتكلمنا عن اللينكات، وشفت اللي انا عندي نوعين من اللينكس هنتكلم فيهم، الدايركتوري جانكشن، وهنتكلم عن الهارد لينك. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ده، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.